مرحبا والعود فاح من الجمر بالضيوف اهل الوفا والحاضرين يا هلا والله يحيي من حضر ضيفنا يقلط على زمن وسمين. مرحبا والعود فاح، مرحبا والعود فاح، مرحبا والعود فاح من الجمر، مرحبا والعود فاح من الجمر بالضيوف اهل الوفا والحاضرين يا هلا والله يحيي من حضر عد برق في السماء ضيه يبين عد برق في السماء ضيه يبين في محله للكرم واهل القدر ضيفنا يقلط على سمن وسمين الثياب عزوة تقرم البشر صيتهم ذايع ما بين العالمين صيتهم ذايع ما بين العالمين واذكر الشيخ الكفو على القدر ذاك متروك اللي في الشدة يعين العلو والراس يقدح من سطر ما يجيب الا الجزيله والسمين ما يجيب الا الجزيله والسمين وللمعاريس التهاني بالشعر ذات ركن فيصل عشير الغانمين والله يسعد فيصل بطول الدهر جعله مبارك لك فرح السنين جعله مبارك لك فرح السنين وانت رمز للمراجل والسطر فعلك ينومس عشير الغانمين يا ولد شيخ المقام معتبر ايه متروك الكفو ضرب اليمين السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ما عرفتش علاش يعجبني نبدا معكم لا فيديو من هنا المهم غنقلب الكاميرا خليكم معايا يوبي كيعجبني نبدا معكم لا فيديو من ديك المرايا باش كنشوفوا شكون شي واحد كلشي مقاد المهم راه بديت معكم لا فيديو ديجا شفتوا لقطات تنخضر وداكشي انا الصراحه متعوده هانتي هالكاميرا ها كتشعبط باش تشوف الكاميرا ها يلا المهم انا متعوده في وقت البرد كنبغي نخضر باش كتبقى دافيه وفي نفس الوقت باش كتبقى فيها واحد الريحه زوينه هو ماشي غير في وقت البرد انا متعوده على طول زعما العام كنخضر كيعجبني البخور خصوصا البخور اللي كيكون ديال العود المهم نجمعوا بعدا هاد الروينه هادي غيخصنا نصايبوا اليوم شي كيك اونصومبل اللي غادي نستقبلوا فيه نستقبلوا به الشيف عادل ديما بحال هكايا قبل ما يجي من الخدمه كيعجبني نصايب دي كيك ولا المهم شي حاجه شي مقبله اللي نقدر نستقبلوا بها في الكوتي اولا نقدر نعمر عليها بريد ديال اتاي ونكلزون تحتو كيف داز نعرف الخدمه كيفاش كانت الامور كاين شي جديد بخصوص اي حاجه في حياتنا بجوج كنهضروا بجوج بخصوص لي ريزو سوسيو شنو الجديد شنو وقع انا راني المهم راكم عارفين كيف كتشوفوا سيليا ما رضاتش انا نحطها في اليوبا لا ما بغاش تنعس ما بغاش في البالونسوار ما بغات حتى شي حاجه بغات هكا نهزها وباش نقضي اغراضي وداكشي درتها هكا بالبوزيسيون كونترير واخا هكا غتعذبني حيت ما نقدرش نتوما كتشوفوش تقطعني هكا ودرت هذا حيت له الاخر ديالو درتو غير هكا ما سديتش عليها مجهود شويه حيت كيفما كتشوفوا هي باقا زغنونه ها نتوما شوفوا كيجي وجهها هكا مشدود هي بالفرحات اللي شوفوا باغا تعض المهم غنجمعوا بعدا دربينا هادي كيف كتشوفوا انا كليت اندومي ورونت الدنيا الصراحه غنجمع هادشي هذا معكم وغادي نوجدوا واحد الكيك خفيف ظريف شي حاجه مسكوته ديال الشعب ديال ولاد الشعب شي حاجه خفيفه ظريفه عاد من بعد ديك الساعه الفيديو لوسونسييل ديال الفيديو شنو غنوكل بنتي اليوم الوغ بنتي دابا عندها 5 شهور ونص تقريبا يعني قربت كمل 6 شهور ان شاء الله
خديت ابن الطبيبه باش انني بديت لها الماكله من 5 شهور. بديت لها الماكله قبل ما تدخل 5 شهور اكزاكتومون باش ما تجيش حتى الوقت اللي غادي نبدا لها انا الماكله، وما غتكونش متعوده تاكل معلقه، ما غتكونش متعوده اصلا على الماكله، غتكون متعوده غير الحليب والسيريلاك ديما ديما ديما. فما يمكنش انا اختاريت انني نبدا لها الماكله على بكري، وفي نفس الوقت خديت ابن عند الطبيبه ديالها. شوفوا تتفكر، خديت ابن عند الطبيبه ديالها باش بديت لها الماكله من شحال هذه الصراحه. وغادي نشارك معكم اليوم مش غنطيب لها، اليوم غنطيبوا لها سوب، ولكن سوب ماشي بحال اي سوب، فيها بزاف ديال الحوايج زايدين وفيها بزاف ديال الحوايج ناقصين على حسب المكونات اللي فيهم وعلى حسب شنو غتحتاج فهاد الوجبه. الوغ غنوجدوها، ولكن كيف ما قلت لكم نجمعوا هاد الروينه ونوجدوا الكيك وعاد نوجدوا لاصوب. خليكم معنا انا وسيا. Bird on a tree. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got فوالا هذا هو القوام اللي بغيت انا حصلت عليه اللي كنحسب رقم 8 وكيبقى مكتوب هاهو تحركوا كل جانب هنايا غادي نزيد الخمارات ثلاثة الخمارات عندي سيدي الحمد لله انا قدرت نجلس في هذا الكرسي ديال الماكله ديالها شوفوا ديالها كتشي وكتلعب بواحد العظمه الالعاب الله كلهم مشاو الارض بنتي وحده بوحده هي انا صراحه من ديما كنعتمد هاد الطريقه هادي ملي كيكون عادي جاي من الخدمه كنعرفو جي عيان كنخطط بالمشاكل ديال الخدمه ما كاينش يجي يلقاني ما كنبغيش يجي يلقاني ديك مغله في كاشه واخا نكون مريضه انا دابا راه كيف ما شفتو في الفيديو من قبل هذا ما عرفتش واش تكونوا ديجا شفتوه ولا مازال ما مونطيتش ليكم فاش تشوفوا هذا الفيديو هذا المهم راني مريضه بصح غير مريضه لواحد الدرجه كبيره بزاف ولكن كنوض كنقاد حالتي شويه باش كنعطي واحد الانرجي بوزيتيف لراسي ما كنبقاش ما كنتمرضش بهذا المعنى هذا ما كيعجبنيش شحال نبقى غير ناعسه واخا مريضه نتحرك كنبغي توا فاش يجي وقت اللي يخرج من الخدمه يجي يلقاني ديجا موجده البوتي خصوصا الا كنت غنقول له نخرجوا ولا نمشيو نديروا شوبينغ ولا ناخذوا شي حاجه خصني يجي يلقاني على اليس نعم ها هو هيا خصني يجي بعدا يلقاني انا اليس بلا تحوايجي مقاده وهذا في نفس الوقت نوجد له طبيله واخا غير كيكه بحال هكا عاديه وكويز ديال اتاي ولا شي عصير المهم شي حاجه محطوطه في الطبله باش ملي كيدخل مع داك العي وداك الشيء ما غاديش يجي منها من الخدمه يجي انا كالي بهم واحد اخر ما درتيش لا كنتلقى ليه داك الشيء وفي نفس الوقت كيتهدى كيبرد واخا كنكون اصلا ديجا انا ويا بيناتنا شي خلاف ولا شي حاجه مع كيشوفني انا موجده ليه داك الشيء كله ما كنقدرش مازال يهضر كاع صافي كيتقبل الامر كيتعامل ظريف كينسى اصلا لا كان شي خلاف ولا شي حاجه كيتنسى ما كيبقاش حيت شحال ما قدك تشد في الخلاف ولا شحال ما قدك تشد في سوء التفاهم حنا راه مزوجين ماشي نهار ماشي جوج يعني الواحد هو اللي يدير الماء من يجري كيف ما كنقولوا يدير الماء من يدوز الوغ كيف ما قلت لكم كنحاول ديما نصايب شي حاجه كيكه ديالي هي هادي انا زدت دابا الخمارات كنحاول نطرب مزيان وغادي نزيد حاجه كاكاو هذا بيد ما الى رضات الانسه ولا الاميره سيليا تسكت باش نجبدو المون ونديرو الكيكه ديال الفران الفران دابا غنشعلو باش يكون سخن على درجه الحراره 180 درجه خليكم معايا غندير لكم موسيقى حيت ما غتسمعوا والو والمون بسيطه كتهضر Sometimes you need to go take a step back to see the truth distance you can tell هذا هو المول اللي اختاريت اليوم درت له زبيده ودرتها طحين هكا وزتو مزيان الوغ الخليط ديالي هو هذا غادي نسكب الخليط في المول ولكن نحاول نرفع يدي الفوق باش يدخل شويه ديال الهواء للكيكه ومن بعد غادي نوريكم شنو تندير من الفوق باش ما يتفكعش لينا داك المنظر الخايب اللي كيجي في الكيكه
خلاتني نصور لكم. والصراحه هنا من بعد ما خويت الكيكه هنايا غندير نقيطات بالزيت باش الكيكه ما تفكعش ليا ويجي داك المنظر الخايب اللي كنا كنعرفوه في الكيكه كيجي من الفوق كتفكع كيجي داك البيوضه. صافي واخا واخا حنا نمشيو بنتي نيني واخا واخا بغات تنعس دايره حاله. الو غادي ندير هكا القطه ديال الزيت كامله ما نكثرش وفي نفس الوقت نحاول نفرق النقيطات ما خلاتني نعرف ما ندير النقيطات على كل بلاصه في الكيك باش هكا الكيك كيف ما قلت لكم ما يتفكعش كيتنفخ ولكن ما كيتفكعش. المهم احبابي راه الكيكه وجدات دابا طفيت عليها خليتها في الفرن حتى ترتاح عاد نخرجها. قبل ما نشوفوا الكيكه نخليوها تتبرد على خطرها جينا هنا باش نوجدوا شنو كانوا فكر بنتي او لا الاكله اللي غنفكر بنتي اليوم ولا الوجبه اللي كانوا وجدت بنتي اليوم باش تاكلها. عندها تقريبا وجبه وحده في النهار والباقي كيكون يا اما سريلاك حليب كترضع عادي رضاعه طبيعيه بحال هكا وجبه وحده في النهار. المهم اجي نوريكم شنو كندير فيها. المهم نتوما كيف ما كتعرفوا بنتي تسات ديجا ناقصه الوغ هنا تبعت ليها هذا السيستم هذا اللي قلت لكم بالاذن ديال الطبيبه. عندي المهم صفر بيضه صح كنت حاطاه صايم كنديرو يتسلق مع الخضره في عوض ما ندير البيضه بوحدي تتسلق عاد نعزل الصفر من البيض وداك الشيء عاد نطحنوه ليها مع الصوبه كنديرو ديجا مع الصوبه يتسلق. عندي هنايا كورجيطه وحده عندي بطاطا حلوه كورجيطه واحده صغيره ماشي ستيتوه ماشي كبيره نص ديال البطاطا حلوه غير قد هكا مرص مقطع كاروط هكا. عندي هنا شوفلور قد هكا هذا المرص صغير. عندي هنا لي زيبيناغ ديجا انا مصايبهم ومقرداهم ودايرهم في الفريكو. عندي هنا فجله وحده الفجل ماشي البيض داك الموفي. عندي هنايا مرصو ديال القرعه الحمراء كيف ما كتشوفوا انا ديجا مصايبه هادشي مقاده. عندي هنايا بروكوليه بروكولي ها هي حتى هي مرصو صغير. عندي هذا خلي ابارون نشرح لكم. عندي هنايا نص ديال البطاطا مرصو ديال البطاطا عاديه البيضه ماشي الحمراء مقطعه ككاروات. عندي هنايا نص خيزو مقطعه كاروات كدواور حتى انا. عندي هنايا بربايه وحده البيطرابه وحده. علاش بيطرابه وحده؟ حيت انا ديجا سيليا عندها مشكل ديال القبض الوغ كندير لها بيطرابه باش الامعاء ديالها كيكونوا في حاله مزيانه. هنايا الحامض من بعد ما كنسلق الصوبه عاد كنعصر فيها 5 حتى 6 ديال القطرات لا اكثر ولا اقل ديال الحامض. كندير 5 حتى 6 ديال القطرات فقط ديال الحامض بحال هكا باش كتعقم وفي نفس الوقت الحامض راه مهم بزاف بالذات بالنسبه للدراري الصغار. هادي هي الوجبه ديال بنتي. دابا غنديرهم في كاسرونه وغندير لهم قياسهم ديال الماء وغيطيبوا. وملي ملي كنبغي نطحنهم كنطحنهم غير بالقياس ديال الماء باش يجي بحال الوجبه اللي كنعطيها بمعلقه يعني ما تجيش جاريه بزاف اللي غنديرها في الرضاعه ما غنديرهاش لها في الرضاعه. الو غادي نحط هادو كاملين هنايا وندير معاهم الماء ونخليهم يتسلقوا واجي نشوفوا الكيك. كيف ما قلت لكم الخضره ديالنا ها هي درناها هنايا غادي نزيد عليها القياس ديال الماء حتى تغطى شويه ما كنديرش الماء بزاف حيت ما كنسلقهاش اكثر من القياس. كتسلق لواحد الدرجه اللي كتبقى باقا في اللون ديالها ما يتغيرش اللون ديال الخضره حيت الا مشات تغير اللون ديالها راه ما بقات صالحه والو. الحامض كيف ما قلت لكم خليت هذا المخصون هنايا حتى نسالي وغادي نعصر فيه بضع قطرات فقط. المهم ها هي الكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوا راه تبارك الله طالعه ديال بصح. انتما كتشوفوا المول ديجا كبير وهي طالعه من فوخه بزاف تبارك الله ما شاء الله كتجي بحال هكا كيف ما قلت لكم قبيله حيت ما خلاتنيش سيلي صراحه نعرف شنو كندير. دابا هاد شويه كاملين درت لهم الزيت وهاد الجهه فلتت ليا الوغ سيدي ما خلاتنيش نعرف شنو ندير. غادي نحاول دابا غير ندوز الموس من الجنب باش غادي نحيدوها من المول. واللي ما قلت لكمش اخر انني كندير طواخ وحده اخرى احبق اصلا كندير طاوه وحده اخرى تحت من المول ما كنديرش المول نيشان في الكرياج ديال الفران. خليكم معايا نحيدوها من المول. المهم باش يبان لكم السمك ديالها ما حطيتهاش في الطبصيل حطيتها في هذا البلاطو هذا اللي على هذا الشكل. ها نتوما شوفوا تبارك الله شحال راه عاليه شوفوا ما شاء الله راه عاليه بزاف. دابا غادي نقطع هذه المخصو وغادي نخليها حتى يجي السي عادل واخا اليوم غيتعطل شويه في الخدمه مي ما كاين بس. I'm just sitting here I got time.
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. الصوب ديالي كيف ما قلت لكم كنخلي الخضره باقه في لونها وما تنخليهاش حتى كتثبت ليها اللون. جات على هذا الشكل هذا وتضببات الكاميرا. المهم راه الكروفيتا فاقت نعس النمله. يلا نعسات ما كملت ربع ساعه هي فاقت. هنايا غادي نزيد عليها دابا دوك القطرات ديال الحامض. شوفي الا خلاتني بغيت نصور وما قبلوا على التصوير وصافي. غنزيد عليها كيف ما قلت لكم 1 2 3 4 5 6 ديال قطرات الحامض. ودابا غادي نخليها تتبرد وغادي نطحنها. غنطحنها بهذا الماء هذا هو اللي غنطحنها به باش تجي خاطره. انا حتى الا ما جاتنيش خاطره يعني باش ناكلها بالمعلقه دابا تنعلمها تاكل معلقه كنزيد عليها 2 معالق ديال السيريلاك باش كتجيني خاطره. المهم هذا مكان نكمل معكم هكا ها هي كروفيتا فقط. المهم هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم اذا كنتو جداد على القناه تضغطوا على زر سبسكرايب او الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم باش تكونوا نتوما من ضمن عائله رشا عادل. ما تنساوش انكم ديروا لنا لايك على الفيديو. قول لهم لايك الفيديو مخنوقه ضاربها البرد. لايك الفيديو لايك الفيديو حبيبتي. يلا تلونا في راسكم. بو 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 بو